نحن الآن نتواجد في زاوية شيخنا الشيخ مع العينين بن الشيخ محمد فاضل بن المامين، ولد رحمه الله يوم الثلاثاء 27 لشعبان سنة 1246 هجرية الموافق ليوم 8 فبراير 1831، وقد عاصر 5 من الملوك العلويين. بدأ بناء الزاوية سنة 1316 هجرية واستكمل بناؤها سنة 1321. استخدم الشيخ مولى العينين مواد البناء من الصويرة عبر طرفاية، ثم حملت بالجمال إلى الصمارة، وأرسل السلطان مولاي عبد العزيز الذي بعث بمواد البناء مهندسين لبناء الزاوية. مع تعاظم النهج الاستعماري الفرنسي في موريتانيا وبسط نفوذه على جنوب الشنقيط، لعبت هذه الزاوية دورا مهما في حشد المجاهدين وقيادة المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي. توفي رضي الله عنه ليلة الثلاثاء 21 سنة 1318 هجرية الموافق ل 10 أكتوبر 1910 بتزنيت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.